ما شاء الله تبارك الله، أنا الآن في طريقي من بدأ إلى العلا إن شاء الله. توقفت والله، أنا أعجبني شاب في مقتبل عمر، الله يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك. خلنا نحط الشاي على بال ما نخلص. يبيع شاهي حلو ومر على الطريق، الله يكتب أجره ويرزقه من واسع فضله. وانا عجبني الشاب ذا ما شاء الله، ما استسلم للكسل ولا انتظر انه يعني احد يعطيه مال من ذويه اقاربه، انما اعتمد بعد الله على نفسه. يعطيك العافيه حبيبي. الله وان شاء الله يوفقك الله ان شاء الله. امين. وترى انا كنا في بدايه حياتنا نفس الشيء. ايوه. والله بعنا في الزواجات اكثر من هذه. شاي وعصيرات فمو عيب العمل، العيب الواحد يجلس في البيت وينام وينتظر هذا. الله ان شاء الله يرزقك ان شاء الله الرزق اللي تمناه ان شاء الله. تحياتي لك. الله يعافيك.